بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا وانا كاني أصول فقه هاتي نسر إركا لفاش أويكوا تعريفي أصول فقه بوكردين باشان دوباره خلاصي بناسة كمان بدو باركاتو. طبعا لتايبت من ديكان يوم كتابة ويكوا كباسي مبحثك تعريفك اصطلاحك كات يعني واز لنا هنا هتا بطاوتي ليتي قلت نمونا بو هنا دورون يا كاتو بچن شوازك جواز دريا بريت الى اخره. طواوي تواناي خوي سلف كردوا شيخ امام محمد حسن هيتو هتا بطاوي تانا قينيت وتيمانا قيني افرمى. والخلاصة ان اصول الفقه يشتمل على ثلاثة امور بختي قسان اما يكوا اصول الفقه سيشت لخو اقريت اشتمالي بسر سيشتا. هي كم دلائل الفقه الإجمالية بلغقشت يكاني فقه كباس ماكر دلائل الفقه إجمالي يعني شي. طبعا خالكي جرينجا هول مدن بدوي اويابشن كوا هموشت يك بكريت بكردي يعني حد الإمكان هم من هرم وصايق تربية بكريت بلام كومالك شتا هي ككرا بكردي قرصة بيت يعني بو تزرري بو تلبك هي هر وابي يضر تولا يوكو زارا وباشتر يعني اماش نا ننجيه لما مستاكتا ونا ننجيه لزماني كردية بلقو يعني همو علم كان ويا كابرا لبشي طبية لبشي هندسية جوزانو الى اخره زارا وسازي يوكو خوي خوينيت چونك تو اگر ام مشتانا بكردي في ريبو يدوياكا لنا اهلي علمك يا كسل توت يناغا تو زماني علمك وبينيه چونك هر زانستيكو زماني خوي هي تو بيرتكا في ري زماني زانستكا وبي بوي لسرچاوكاني زانستكا تيبغيت. خالي دوم كيفية الاستفادة منها چونتي استفادة ليا كردني. خالي سيم حال المستفيد وصفته حال دوخي كسا سود ليا ورقراكو صفتكاني كوت مانو كسا ممثلي مجتهد باوردي لسري وسطين باش انا فرميه. واما موضوع علم اصول الفقه بلام بابتي علم اصول الفقه تشيا بابتك يعني قرقيبة تشيا دا افرميه. فهو ادلته من حيث العوارض اللاحقة لها من كونها عاما وخاصة وامرا ونهيا وغير ذلك بريتيا لا دليل كاني لا دليل كاني لو روانقوي كوال ري عوارض كان و عاجز باس ما انكر عاجز جيا ويكوا روب الرؤية بتويتا بيشوا كالاري عاجز كان وشويني اكويت واتي اما كومالك او ادلاني كوا همانا كومالك عاجز يتا بيشوا كوا لأصول فقها ملاحقي اكات شويني اكويت بودمونا من كونها عاما او خاصا اي ام ادلية ام دليلة ك دليل كمان هي إما كعارضة كي تبيشوا بو من يكلاب كاتوا يعني لرقي عارضة شوين كوتكاني وكآية أما عام وخاصة أمر نهي إلى آخره ويكو عام خاصة أمر نهي وإلى آخره باش أنا فرميه. أما غايته أي ما بس لأصول في غشية فهي الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بواسطتها ما بس لي قشتنا بحكم شرعي كان لرقي دليل تفصيلي كان وبيوانديري بواسطي أصول الفقه وأتأما دليل تفصيلي كان ما نهاية باشا بلان بو أوي كوابتوان حكم شرعي كان لم دليل تفصيلي أنا وربقرين بيستمان بأصول فقه بوأوي لرقي دليل إجمالي كان وسود لدليل تفصيلي كان والبقين بو ورقرتني أحكام شرعي نمونا من بو هنتو على معنى بو نمونا أنه لابد من معرفة أصول الفقه لنتمكن من استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي الله بيست يعني مجالي تانية ك أبي علمي أصول فقه بزانين بو أوي بتوانين استنباطي حكم شرعي بكين دليل تفصيلي يعني تو الدليل تفصيلك وهي أجر أصول فقه نزاني ناتواني حكم شرعي لي هلنجيني حكم شرعي لي درب كيد وذلك لأن الدليل التفصيلي وحده لا يفيد ذلك چونك الدليل التفصيلي بتنها أو ناقينت واتا حكم شرعي ناقينت چون سيكا با نوين ما بويندو أفرمي. فإذا قرأنا قوله تعالى يا مكاتب أم فرما يشتيخ ويقرم آياتي خنينة وأقيم الصلاة نيوشفكا
عرفنا انه امر باقامتها ازانين كوا امر بوي كوا امر ما بيك اخوي غورك نيوش بكين، ولكننا لا نعرف هل الامر بها على سبيل الوجوب ام الندب ام التخير. بلام نازانين ام امري اخوي غورا بو واجبونا بو سنت بونا يان بو او يا كوا ام مخيرين اي كين يا نايكين اخوي غورا فرمن نيوش كان ايام بو واجبه يان سنته يان مخير اي كي بيك نايكي ميك اما نازانين تنها ونازانين كوا امر بوجوب بو، لأن الأمر يستعمل في كل هذه المعاني كما يستعمل في غيرها. شنك وشي أمر بو هم معنى يانو وتيانو بكار أهانريت هروكو شون بو معنى واتاي تجيز بكار أهانريت واتا أوني بلي والله أمر بتنها بو يك معنى بكار أهانريت كوجوب وطاو هرشيوت هرشي فرمو إخوة يقول ربي أغمي إخوة عليه الصلاة والسلام واجبون باشا اشتواني شك امر بو او بوغي اوش بكاري هنجد لا يسمى مستقل من هناك شيء مستقل لو يكواي اما او الدليل التفصيلي كمان لبردس هاي بلا مناتواني حكم شرعي دقيقي دور بقدين شك بيسمى بالدليل الاجمالي كأصول فقه اي شيء اي حل شيء، لكننا اذا عرفنا في أصول الفقه أن مطلق الأمر للوجوب وأنه لا يصرف عنه إلا بقرينة، عرفنا أن الصلاة واجبة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وذلك باستعمال القياس المنطقي. أفرم إما كزانيمان لأصول فقه زانيمان مطلق أمر بوجوبة وتأمرك ما هي مطلق الرهاية أمرك الرهاية فرماني كي الرهاية لأصول فقه أذاني أما بو وجوبة بو واجبونة وأنه لا يصرف عنه إلا بقرينة، لا نابريت لما نايا ناخر تسر معناي كتر إلا مقر قرينيك هبيت واتشتيك بلغيك هبيت كوا رينويني مامكات بو مانايتر بو يزاني من عرفنا أن الصلاة واجبة في قوله تعالى وأقيم الصلاة، بو يزاني من نواج واجبة لفرماشتي خواهي قريك فرمو أقيم الصلاة شون، وذلك باستعمال القياس المنطقي أمجر ببكار هناني قياسي منطقي وتعلمي منطق كنرى بردوية لسر علمي منطق لازور شونا ليدوا ومعجزم كرتون وخشتان زورتان لسر بيستوا هاي قراءة ثانية بكاد لمستقبلة متنك لمتن باشاكاني منطق شرح بك إن شاء الله تعالى. فنقول جابوا يا ألين أقيموا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر، وشيء أقيمو لفرمايش تيخوا يقولها كثير من أقيم الصلاة أمر وهذا هو الدليل التفصيلي. أما الدليل التفصيلي كيا والأمر للوجوب أمر يجبوا واجبونا، وهذا هو الدليل الإجمالي أما الدليل الإجمالي كيا وعتاك أخوا يقولها فرمي أقيمو أما أمرو دليل تفصيلي وأويك وأمر بوجوب أمش دليل الإجمالية، فتكون النتيجة أن الصلاة واجبة يعني أن درنجا مكي وأبيك ونوج واجبة يمن لقياسي منطقية ونيسا ما غربي كين مقياسي كي منطقة فرميوم لقياسي منطقي ورمان قرتو ألين شي ألين نوج واجبة عفو ألين أمر بنوج كراوة باشا نوج مأمور به وهمو أمريكيش واجبة كواتا نوجيش واجبة مقدمة صغرى مقدمة كبرى نتيجة نيج أمر بيكراوة وهمو أمر بيكراويك واجبة كواتا نيج واجبة باش قربان وأقيم الصلاة فرمين نيجكن أمر باش نازعي واجبة يعني دليلك إجمالي معنى هيك مقدمة كبرى أفرمي أمر بوجوبة قرينانا بتصرفي بكات كواتا نتيجة أن الصلاة واجبة نيج واجبة. وهكذا نقول في قوله تعالى لا تأكلوا الربا بهماش وهروا أظن فرمايت شخي يقول لك فرمي ربا مخون لا تأكلوا نهي ربا مخون أما نهي باش أما دليل تفصيلي كي والنهي للتحريم أما دليل إجمالي كي نتيجة فأكلوا الربا حرام خواردني الربا حرام. وبهذا يتبين لنا أنه لولا أصول الفقه لما استطعنا استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية اللي قال روبو من درك ويت أجر أصولي فقه النبوايا إما نمان أتواني حكم شرعي كان لدليل تفصيلي كان هو البقرين. وللجهل بهذا العلم زلت أقدام كثير ممن تصدر للعلم والفتوى وبهوي نزاني وجهالة وبم علما قاتشو بي زوريك لو كساني كوا
تصدريان كردوات هاتونة ميدان بو علم بو فتوات بيان خزاوة قاتشان خزاوة بوي جهل و لميا لأصول فقه دون معرفة به كشنك معرفان بأصول فقه هنية أي نتيجة بو فأحل حرام الله وحرم حلاله كابراهات حرامي خواي قوري حلال كردو وحلالي خواي قوري حرام كردو باش وقت كي قضي دويني حرام وحلال كديار أما مصيبتك زور زور قوري هر بويا لبر أم وكارانا وأم نتيجانا فلا العلم بالدليل الإجمالي وحده يفيد نا علم تنها بدليل إجمالي بتنها كافي استفادة ليكيت ولا العلم بالدليل التفصيلي وحده يفيد ونا علم بدليل التفصيلي بتنها واتأما بورقرتني حكمي شرعي بيسمع بهردويتي دليل التفصيلي كمان لبرد السابق عشان نروي للرقي دليل إجمالي كان حكم مربجرين ودليل إجمالي كمان لبرد السابق إن جاء للرقي إما نروي حكم دليل التفصيلي كان مربجرين وتهردو كي بيستو طاوكر يكن بورقرتني أحكامي شرعي فلا بد من اجتماع الدليلين للوصول إلى الحكم الشرعي بويا إمكانية لا بد أبيك وهردو دليل كمان هبت بوغشن بحكم شرعي حيث ينتظم منها قياس اقتراني من الشكل الأول عند المناطق كالرقية وقياس اقتراني من بودروس بيت كالشيوية كما لا مناطق طبعا قياس اقتراني شيء شكل أول شيء ما يعني لعلم المنطقة يا أخواناتو ديارة ما وصلتي دا نروح حسابك كوا أخواناتي يمكن تبقى شرشتك إلى منطقة أخوان دبيت بلا بكورتي وبوختي قياس منطقة كما يكوا وتمن إذا توزش طاب كنا درش دوباره كنا بيشتجي بس ما كرت أفرمي جاء الأنجام أما والأنجام وجودي هردو دليل إجمالي وتفصيلي كوا قياس اقتراني دروس بك الشكلية كما لا مناطقة شون يكون دليل الإجماع يكون دليل التفصيلي في فيه مقدمته الصورة دليل تفصيلي مقدمة بشوكا كأبيت بيشكية بشوكا كأبيت والدليل الإجمالي مقدمته الكبرى دليل إجمالي كش كإشي أصولي فقه إشي أصولية مقدمة كبرى كيبي والنتيجة هي الحكم الشرعي نتيجة كش حكم شرعي كيبي وكو بيشتر باسم كري يعني وتمانشي نمونا من هنا يوا إمالين نوش مأمور به نوش أمري بيكراوا باشا نوش أمري بيكراوا إيه أما دليل تفصيلي كمان بلغة معنى شيء وأقيم الصلاة نوش أمري بيكراوا باش دليلك إجمالي معنى كقانوني أصولي فقه كفرمي شي كخوان مان أفرمي أمر بو وجوب أجر قرينيك صارفة نبيت باش كواتي من مقدمي صغرى بيشكي بشو قلين شي ألين نوش أمر بيكراوا مقدمي كما دليل تفصيلي كي دليل إجمالي كالين شي ألين أمريش بو واجبونا نتيجة كتيا كهمو أمريك بو واجب بون بيت إن يوجد مأمور به باش يكلم باش يكيب شو كلم كأم مقدمة كبرى كي بو نتيجة كذا بشي نيرش أمر بيكراوة أما مقدمة صغرى مقدمة كبرى همو أمر بيكراويك بو وجوبة واجبة كواتا نيرجيش واجبة بم شوية إن شاء الله اللي رأي وصلين أتشي نصر بابتي نير لواني دواتر إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.